بالله هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي نعمل سكادول للرومز. ده ملف الريفت، اجي على فيو سكادول اقول له انا عايز اعمل سكادول كوانتيتي، تظهر لي الشاشه ديت. فانا ده عندي فلتر ليست، ببدا اشوف انا عايز اعمل الحاجه اللي انا عايز اعملها موجوده في الالكتريكال ولا في الميكانيكال ولا في الاستراكشر ولا في الاركتكشر. وبعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل جدول للرومز. دي كل العناصر اللي ممكن تحصرها في قلب الاركتكشر. بلاقي عندي سكادول بيلدينج او سكادول كيس. سكادول كيس دي بتبقى مفتيح لسكادولات بعد كده او مفتيح لخصائص العنصر. يعني ممكن اقول له اول ما تلاقي الكود بتاع الغرفه ديت 007 اكتب لي في اسم الغرفه جيمس بوند، تمام. دي بتبقى حاجات بتسهل عليا الشغل بعد كده. يعني اقول له اول ما تلاقي رقم كذا في الخانه الفلانيه اوتوماتيك اكتب في الخانه الفلانيه رقم كذا. هتشوف الموضوع ده في الدروس اللي بعد كده. بعد كده بلاقي فيسز. فيسز دي اللي هي كل عنصر بيبقى موجود بيبقى ليه خاصيه. فيسز هل العنصر ده متنفس فعلا ولا لسه هيتبني، تمام. فانا اغلب الغرف اللي عندي working drawing، تمام، دي بنستخدمها. ممكن يكون عندي المبنى جزئين، في جزء فيهم مبني فعلا وفي جزء فيهم هنبنيه لسه. فبحدد العناصر بحيث ان انا ممكن في اي وقت اظهره او اخفيه. بقول له اوكي، بيجيب لي العناصر كلها. فبقول له انا عايز العناصر دي كلها، لو في حاجه انا مش عايزها بدوس كنترول وابدا اشيلها، تمام. دي الافيلابل فيلد، دي الخانات اللي ممكن اختارها. بقول له اد، بضيفهم لخانات الجدول. بقول له اوكي، بيبدا يظهر لي الجدول بالشكل دوت. طيب مش معقول الجدول اول حاجه تبدا في الاريا، فهيدخل تاني هقول له انا عايز النيم والنمبر، هقول له موف اب اطلعهم فوق خالص، تمام اوكي. فكده بقى شكلهم معقول شويه. طيب انا عندي مثلا عايز اعرف مجموع الحمامات كام، انا مش عايز ده لوحده ده لوحده، ممكن اكون انا عايز اعرف مجموع العناصر دي، تمام. فممكن اروح ل سورتنج، تمام. انا عندي هنا فلتر، لو في عايز اقول مثلا انا عايز كل الحاجات اللي اسمها باص، تمام. فكده هيعمل لي ايه؟ مش هيظهر لي غير الحمامات بس. دي طريقه في الفلاتر جميله جدا، تمام. انا مش عايز فلاتر خالص، انا عايز هنا اشيل علامه اتمايز، تمام، واقول له رتبهم لي حسب الاسم، تمام، واقول له اجمع لي تحت خالص، تمام. هقول له اوكي ونشوف هيبقى عامل ازاي، تمام. هنا ايه اللي حصل؟ لقى كذا حمام فالاريا مختلفة. فلما الاقي كذا اريا مختلفة مش عارف يكتب انهي واحد فيهم، فايه صفرها. فانا اقول له ايه؟ اديت للفورماتنج، تمام. دخلنا الخانة اللي بعد كده، هلاقي عندي هنا الاريا. من الاريا هقول له كالكوليت توتال. يعني ايه كالكوليت توتال؟ يعني لو اول حمام 5 والتاني 6 والتالت 7 اجمعهم كلهم على بعض. هقول له اوكي، عليهم جمع المساحه بتاعتهم كلهم على بعض، وتحت خالص جمع الرقم كله، تمام. وده في الاخر خالص اللي هو الابيرنس، ده شكل الجدول، تمام. يعني ممكن تكون عايز تخلي الجرافيك الخطوط تخينه شويه، عايز تخليها هيدن زي ما انت عايز، التكست عايز تكبر الخط تصغر الخط بالمنظر اللي انت عايزه. دي التكست، ارتفاع الكتابه وحجم الكتابه وشكل الكتابه، تمام. بقول له اوكي. طبعا اي تعديلات في شكل الكتابه بتظهر غير لما احطه في قلب الشيت. فاجي هنا شيت، اقول له نيو شيت، تمام، واختار الشيت اللي انا عايزه، اقول له اوكي، واسحب السكادر بتاعي في قلب الشيت بالشكل دوت. بس كده يبقى انا عملت جدول للغرف. طيب خلينا نكمل مع بعض. لو انا دخلت في ليفل 2 بلاقي الرومز موجودة. طيب انا عايز، لو انا قلت هبني حاجة سريعة كده، مثلا لو جيت فول، تمام، وجيت هنا رسمت، مبنى وما ظهرش معايا، ده ليه؟ اجي هنا اشيل العلامه ديت الاقي المبنى ظهر.
يبقى دي برضو سؤال ناس كتير بتسأل عليه، ان انا ممكن نرسم حاجه ما تظهرش. من ضمن الحاجات بيبقى عامل هو حاجه اسمها كروب فيو. فالكروب فيو دوت لو تدوس على زرار جنبيه هتلاقي ايه، بيخفي الحاجات اللي احنا شغالين فيها. فبقول له لا، ده المستطيل بتاعي بتاع كروب فيو، تمام. لما اكبره بيبدأ يظهر الحاجات في قلب المربع دوت. طيب انا مش عايز المربع ده خالص، بلغي المربع وابدأ اشتغل عادي خالص. انا كده رسمت الحواف بتاعتي، تمام. على سبيل المثال عندي غرفتين هومات. طيب لو انا عايز اعمل غرفة وتظهر معايا برضو في الاسكادول، اجي هنا اقول له روم، تمام، وابدأ اجي هنا هلاقي ده ظهر لي هنا روم، تمام. وبرضه لو جيت هنا كتبت هيظهر لي روم. طيب لو انا عندي الاوضه ديت انا عايز اقسمها نصين، تمام، لاي سبب من الاسباب انا عايز اقسم الاوضه دي نصين، خلاص اجي هنا جنب الروم هلاقي روم اسبريتور، ده بيقسم لي الغرفه نصين. اقول له اقسم الغرفه من هنا لهنا، تمام. وطبعا اقدر اقسمها 500 تقسيمه زي ما انا عايز، تمام. فالروم دي، تمام، بقت بتاعت الجزء دوت، وحتى الشكل دوت الخطين دول حركهم هنا في النص، تمام. بقت الأوضة دي فاضية خالص. طيب لو واحد مش ظاهر عنده الخطين دول أو مش ظاهر عنده الشكل دوت، بقول له في في وادخل في روم، ألاقي بتعلم عليها صح، اه، بس في علامة زائد. دوس علامة زائد وأعلم على انتريور وريفرنس، تمام، وأعلم على كرر فيل. ولو مش ظاهر عندك كتابة تعالى في انوتيشن، تمام، روم، وتأكد ان الروم تاج ظاهرة معاك، اقول له اوكي، تمام. كده خط هو ظاهر حتى لو انا دايس بره او في مكان تاني. طيب بفرض بقى العكس، ان انا عندي اوضة ومقسومة نصين. تعال نرسم اوضة كده صغيرة، تمام. وانا عايز الاتنين دول ياخدوا نفس الاسم، يعني مثلا عندي حمام عمومي وفي بارتيشونات، فهو معتبرهم كلهم 5 6 اوض بينما هم كلهم حمام واحد. فاجي بحط كده الاقي دي اوضه ودي اوضه. طب اعمل ايه بقى في الحل دوت؟ في الحاله زي دي بسيطه جدا، ان انا هاجي هنا في بروبرتيز اعلم على الحائط دوت، ومن الخصائص بلاقي حاجه اسمها روم باوندري، يعني قسم لي، خلي الحيطه دي تفصل لي الاوض، تاخد بيها في تقسيم الاوض. هشيل العلامه دي خالص، وبعد كده اروح للروم الاقي ان هو بيعتبر الاوضتين دول اوضه واحده. فيبقى احنا كده حلينا كذا مشكله من اللي هي بتواجه الناس ويسالوا فيها كتير، تمام. حاجه كمان برضو، ان انا وانا بحط الاسم دوت بلاقي حاجه اسمها تاج اون بليس. لو دي اتشالت بتلاقي الاوضه نزلت بس من غير تاج، فاضطر اجي الاركتشر تاني واقول له تاج روم، او اجي هنا اقول له تاج اول نوت تاجد، يعني حط تاج على كل الاوض اللي مش محطوط لها تاج. هو اسهل لي ان انا بقول له اعمل لي الروم، اقول له نزلها بسلطاتها وبغنوجها بكل حاجه. حاجه تانية اسمها هايلايت باوندري، لو انا حاسس ان الاوضه فيها مشكله بس مش عارف ليه، فده بيجيب لي الحدود بتاعتي، ابقى عارف فين حدود الاوضه، فاقول اه ده دي في نقطه هنا مش مقفوله فعشان كده حصلت المشكله. فهاي لايت باوندري دي من الادوات اللذيذه جدا اللي بتسهل علينا الشغل بتاعنا في الريفت المعماري. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط وما يكونش في مشاكل ان شاء الله.